من أجل تفعيل الحركة التجارية فتحت فضاءات وأسواق جديدة تجارية بولاية توكرت تميزت بوفرة المنتجات الغذائية الضرورية من مواد غذائية وخضر. تم التطابق إلى الفضاء الرئيسي اللي راهو تجار الجملة تاع الولاية شملناهم ثم الأسعار المطبقة يعني من تاجر الجملة مباشرة للمستهلك يعني مع إضافة إلى تخفيضات كما شفتوا تخفيضات راهي كانت مطبقة يعني جد معتبرة. جميع المنتوجات كانت متوفرة، كل ما يحتاجه المستهلك كان متوفر وبأسعار جد يعني تنافسية. هذه الأسواق تميزت بأسعار مناسبة لسكان توكرت خاصة في هذا الشهر الفضيل. هناك وفرة في مختلف المواد المعروضة والمنتجات المتطلبات اللي يطلبها المواطن في المنطقة، وأسعار مخفضة ومقبولة. بالنسبة للأسعار بنتي رحمة ربي والله ماذا بينا يدوم غير شهر رمضان يدوم. كصاحب محل أو كتجار أو كمديرية تجارة أو كمصالح الرقابة الكل يؤدي دوره يعني، وإن شاء الله نتمنى أنه هذا العمل الجواري نشوفوه يعني في باقي أيام السنة. ويبقى التوازن التجاري مطلوبا لتوفير الكمية مع الجودة للمستهلك.